200 شخص كخلية نحل. الصعوبات اللي بنمر فيها وحالات الطوارئ. حبينا نقول للناس شكرا. بلدية رام الله ما كانت لحالها على الساحة موجودة، احنا كان معنا شركائنا الأجهزة الأمنية الموجودين معنا في غرفة الطوارئ المركزية، غرفة العمليات المركزية، وشركائنا من القطاع الخاص، شركائنا من الإعلاميين، شركائنا من المتطوعين. طواقم بلدية رام الله هم مش شركاء، هم أصحاب الحدث، ولكن أيضا كانوا موجودين. حبينا باسم الجميع نقول شكرا، يعني هذه فرصة للبلدية انها تشكر من عمل معها، وهذه ايضا فرصة انه نقول انه بتكاملنا وبتنسيقنا وبخطتنا اللي كانت موضوعة مسبقا استطعنا انه نشكل كمان نموذج في مدينة رام الله بسوى انه نشير الى، حتى من ناحية احنا نستفيد ويكون هذا حد ادنى لنا في التعامل مع اي ازمة ممكن تمر فيها البلد مستقبلا. وكالة وطن وتلفزيون فضائية وطن. اليوم هو تكريم خاص تقوم به بلدية رام الله للشركاء وللطواقم العاملة والمتطوعين داخل البلدية. لا يخفى على أحد أن بلدية رام الله كانت نموذج رائع وناجح، وتراكمت لديهم الخبرة وصححوا كل ما يجب تصحيحه، تجربة نعتز فيها وبنتمنى تعميمها ليس فقط في منخفض جوي أو ظرف طارئ، لكل أعمالنا أي شيء يكون هناك في خطة مسبقة وتنسيق وعمل بروح الفريق يكون بإذن الله ناجح. كل التحية لكل الشركاء العاملين وكل المحبة لبلدية رام الله والطاقم العامل بها.